استاذ امير، الحقيقه احنا يعني انا عارفه ان احنا في الماتشات بنعتمد، بنقول احنا اهم حاجه النتائج في الاخر، صحيح، ولكن برضو مهم ان احنا نحلل الاداء عشان نعرف المشكله فين. الاداء الناس تتكلم ان هو ما كانش اقوى حاجه امبارح للزمالك، وانه شايفين ان الهجوم عند الزمالك كان معطل، يعني كان في مشكله في الهجوم اصلا عند الزمالك. وحتى يمكن الجون اللي جه طبعا جون مهم جدا ويعني ريح الزمالك الى حد كبير، لكن برضو مش ده اللي كانوا مستنيينه. صحيح. يمكن لو رجعنا لاختيارات جوميز في المباراه هنشوف ان هي اغلبها اختيارات منطقيه، ما فيش فيها حاجه يعني نقدر نقول عليها مفاجاه، باستثناء يمكن سامسون اكينيولا اللي اعتمد عليه في مركز الجناح الايسر، وده يمكن مش متعود عليه قوي، لكن هو برضو مش مواصفات المهاجم الضخم او الطويل القامه اللي يستغل الكرات العرضيه، عشان كده كان شايف ان التوظيف الامثل له هو في مركز الجناح الايسر، لان نادي الزمالك عنده مشكله حقيقيه في المركز ده، لان طبعا غياب مصطفى شلبي للاصابه عن مباراه الامس، وايضا طبعا عدم قيد ناصر ماهر في القائمه الافريقيه، كل دي خلت الخيارات قليله شويه عند جوميز. كان عنده خيار اخر على مقعد البدلاء وهو السنغالي ابراهيم انداي، ولكن استغلوا في الشوط الثاني للعنصر البدني وعنصر السرعات، لكن هو كان عنده فكره جوميز في الدفع بسامسون اكينيولا ان هو يبقى محطه يقدر يستلم ويسلم زمايله بشكل جيد في الثلث الهجومي، لكن نادي الزمالك ما قدرش يعمل ده لان كان في برضه بطء في توصيل الهجمه شويه الى الثلث الامامي، وكان في عدم ربط ما بين اللعيبه وبعضهم البعض بالشكل الجيد. يمكن في بعض المحاولات القليله يمكن اللي منها كانت فرصه الجزيري في الشوط الاول، دي اللي كان فيها الى حد ما جمله تكتيكيه وربط وتحرك ما بين لعيبه الزمالك بشكل ايجابي، بخلاف كده يمكن كانت الازمه الهجوميه تتضح ان اللعيبه كانت معزوله شويه في الثلث الامامي. عشان كده بمرور الوقت في الشوط الاول شفنا كتير من الاوقات زيزو بينزل يستلم في وسط الملعب بدل ما كان يعني متطرف في الجانب الايمن مستني الكره تجيله مستني ربط معاه. عشان كده في كتير من اللعيبه او الاظهره تحديدا عمر جابر واحمد فتوح كان عندهم مهام دفاعيه اكتر، ما قدروش يتقدموا يعملوا الواجبات الهجوميه المعتاده اللي بيعملوها في اداء نادي الزمالك، عشان كده ده اللي اثر على شكل الهجوم النادي الزمالك. في الشوط الثاني الامور تغيرت للافضل، وانا شايف ان كان نادي الزمالك كان لازم يستغل الحته دي، لان فنيا وبدنيا فريق نهضه بركان اقل بكتير في الشوط الثاني، يعني الاندفاع البدني اللي كان الاداء كان افضل في الشوط الثاني بالظبط، كان لازم تستغل الموضوع ده بشكل افضل، وان انت ليه لا ان انت ما ترجعش 2-2 بدل 2-1 هتبقى النتيجه بالنسبه لك افضل بكتير، لكن طبعا يعني برضو كان في تخوف ان انا افتح خطوطي امام الفريق المغربي اللي مازال متحمس ومازال مدعوم بالشحن الجماهيري الكبير والاجواء اللي في ملعبه على وسط جمهوره، فكل دي كانت امور برضو في حسابات المدير الفني ان انا عندي نتيجه 2-1 وهدف في بدايه الشوط الثاني، يعني خلى الامور بالنسبه لي افضل شويه حتى على المستوى المعنوي للعيبه ان انا اقدر العب بهدوء اعصاب بدل ما كان في توتر في بدايه المباراه، كان في ارتكاب اخطاء دون ضغط حتى من لعيبه نهضه بركان. عشان كده يعني كل شوط كان له سيناريو، ولكن نادي الزمالك تحسن في الشوط الثاني وكان في اداء افضل، يمكن التغييرات اتاخرت شويه وبعض التغييرات ما كانتش مجديه بشكل موفق بالظبط، ما قدمتش الاضافه الكبيره، ولكن في النهايه خرج بنتيجه ليست سيئه بالنسبه لنادي الزمالك.